في جانب آخر ومتابعة لما كنا قد تحدثنا عنه يوم أمس، لاعبو نجران واصلوا لليوم الثاني على التوالي امتناعهم عن التدريبات، بل وهددوا اليوم ومنذ يوم أمس هددوا بالانسحاب أمام الاتحاد يوم الأحد القادم في المواجهة التي من المنتظر أن تكون في جدة. أعضاء الشرف حاولوا على مدى الساعات الماضية بمساعي حثيثة ثني اللاعبين عن هذا الأمر ومحاولة حلحلة المطالب التي كان قد تقدم بها اللاعبون، والتي فقط تقتصر على أن الرواتب كانت قد تأخرت لستة أشهر لعدد كبير من اللاعبين. الاجتماعات كانت قد توالت في الساعات الماضية بين عدد من أعضاء الشرف. رئيس النادي كان قد تحدث معنا ليلة البارحة عن أنه اجتماعا عقد بمنزل نائب رئيس نادي نجران يضم بعض أعضاء الشرف وأيضا مع اللاعبين لثنيهم عن هذا القرار ولإعادتهم للتدريبات، لكنهم حتى اليوم وصلوا هذا الامتناع عبر الهاتف. أرحب بعضو الشرف الأستاذ علي برمان. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ علي. مساكم الله بالخير. مساء الخير لكل الزملاء. شكرا لإيضاح حقة ما حدث أو تصريحات الليلة الماضية. نعم. أنا أحب أن أؤكد لك الآن عبر هذا البرنامج المميز أنه سمو الأمير مشعل بن عبد الله حفظه الله وجه هذا المساء بصرف المبلغ 2,500,000، وهذا أول مرة إذا عبر محطتكم. نعم. إذن الأمير مشعل بن اللي هو أمير منطقة نجران. نعم. ورئيس مجلس رئيس مجلس أمير منطقة نجران ورئيس صندوق المنطقة، فوجه بإعادة المبلغ اللي هو 2,500,000. لكن أحب أن أوضح حاجة أخرى. تفضل. الحاجة اللي أهم أنه ما حدث طال عمرك هذا سوء إدارة من إدارة نادي نجران. رئيس نادي نجران زار السيد صالح السيد نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف وأتفقوا قبل فترة أن هذا المبلغ يعتبر سلفة، وأن هذه السلفة سوف تعاد عندما يحصل النادي على مستحقاته من النقل التلفزيوني أو بعض المميزات اللي من رعاية الشباب، ومعنى أنه هذا الشيك مجدول. نعم. ولا علاقة لأحد فيه. فالمفروض أن رئيس النادي مشكورا يعرف أن عنده المبلغ هذا. لما جاء 3,400,000 من رئاسة الشباب، المفروض أن نسق مع المعنيين سواء رئيس هيئة أعضاء الشرف أو نائبة، نقول يا جماعة الخير عندنا مبلغ جاي اليوم الفلاني، لطفا لأمرا نلتمس منكم أن تؤجلون عملية التسديد إلى مرحلة ثانية أو تحسن أحوال النادي. نعم. أما أعضاء الشرف، فأعضاء الشرف منذ أن تأهل نادي نجران في دوري زين والنادي على أكتافهم، ناهيك عن مستحقات النادي من رئاسة الشباب والمبالغ المتراكمة والمتأخرة منذ فترة طويلة. طيب. شفت يا طول العمر؟ اللاعبين اللي اتصلوا البارحة واليوم وبعد يوم وكل يوم يتصلون، المفروض أدبا أنه مفروض اللاعب أنه حدوده المسطحات الخضراء. أعضاء الشرف ليسوا جمعيات خيرية، وأعضاء الشرف هم اللي شايل النادي. الآن مصروفاتهم حوالي 9,000,000 إلى اللحظة هذه اللي أكلمك فيها الآن. بس أستاذ علي، أعتقد يا أستاذ أنه العملية هما فيها، أنا أقول جزاهم الله خير، لكن ما لها داعي للطلبة الإعلامية. أما اللاعبين فسيعودون إلى تدريباتهم، وأعتقد أن لهم الحق أن يأخذوا مرتباتهم ومستحقاتهم سواء من مبلغ هذا أو مبلغ آخر. وأنا أعتبر لاعبي نادي نجران رجال أوفياء، ومحافظتهم في دوري زين في هذه المرحلة بالذات هي دليل على إخلاصهم لوطنهم. طيب. وناديهم. أستاذ علي، يشكرون عليهم وحقهم يحظون إن شاء الله اليوم أو بكرة. طيب أستاذ علي، تحدث هذا المساء مع نائب رئيس أعضاء الشرف، وتحدث مع رئيس النادي، وتحدث مع أكثر من شخص اليوم، واتفقنا على أن الأمور إن شاء الله تنتهي. طيب. وأخذ زملائنا هيئة بعض من أعضاء الشرف حيجتمعون غدا إن شاء الله والأمور حتنتهي. طيب أستاذ علي، سم أولا بس أنا أعيد مرة أخرى أنك تعلن أن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران تكفل بهذه المسألة ووجه بصرف 2,000,000 ريال، 2,500,000 لإدارة النادي. 2,500,000 أستاذ رجل. نعم. 2,500,000. نعم نعم. لإدارة النادي وهو من صندوق نجران. نعم. لحل هذه الأزمة. بالتالي مرة أخرى يتدخل الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز لحل هذه المشكلة. أنت قلت أن إدارة النادي حملتها المسؤولية، صحيح؟ نعم.
بالمناسبة سمو الأمير داعم رئيسي وأساسي نعم، للأول هذا ما ما جاء اختلفنا مطرح عليه نجران إلى اليوم. صحيح، والدليل أنه يتدخل مرة أخرى ومرة ثالثة نعم، لحل ومن هذا حسابه الأمر. الخاص تفعل كثير. أنا أسألك أستاذ علي، أنت في معرض حديثك قلت أولا لمت اللاعبين على ظهورهم وهذا حق لهم، 6 أشهر لم يتسلموا ريالا واحدا، يفترض أن يتحدثون من 3 أشهر وليس من 6 أشهر. بس يطالبون رعاية الشباب، يطالبون ناديهم، لا يطالبون أعضاء الشرف. هل يعقل أنهم خلال هذه الفترة لم يطالبوا إدارة النادي، لم يطالبوا بهذا الأمر؟ وما ذنب أعضاء الشرف اللي تبرعوا من مالهم ووقتهم؟ هم يطالبون لماذا إدارة لم النادي. يطالبون الرئاسة العامة، رئاسة الشباب تسدد ما عليها من التزامات؟ أستاذ علي، هم يطالبون إدارة النادي، لم يطالبوا أعضاء الشرف. أعضاء الشرف طالبوا أعضاء الشرف، ارجع على تصريح اللاعب بيضاوي البارح. طيب، جانب آخر، أنت حملت إدارة نادي نجران، هل فعلا هي تتحمل هذه المسؤولية؟ نعم تتحمل المسؤولية، تتحمل مسؤولية لعدم وجود المهنية في إدارة النادي. تقصد المهنية من حيث ماذا؟ نعم، الآن أنت عندك شيك مصدر الإكس من البشر، المفروض أن عندك جدولة أن الشيك الفلاني وعندك مبلغ جاي ومصدر شيك بدون تاريخ، المفروض في اللحظة هذه أنك تتلافى هذا الخطأ وتتصل صاحب الشيك وتقول إذا سمحت أجل المفروض أنا، لا تقول أنا فوجيت، كيف أنا فوجيت وأنت شخص عندك شيك وموقع ومصدر، ليش تصدر شيك أصلا؟ طيب، إذا إدارة نجران هي التي تتحمل هذه الأزمة التي حدثت نعم، الآن. نعم، هذه الأزمة البسيطة اللي عدت على خير، أبشرك. الحمد لله أنها عدت على خير. طيب، الآن بعد هذا الإعلان، هل تم الاجتماع بلاعبين أو اتصلت بلاعبين؟ هل سيبدأون من غدا في العودة لتدريباتهم؟ نعم، اتصالي مع المهندس صالح المريح من حوالي ربع ساعة. نعم. أكد لي أن اللاعبين يعودون التمارين غدا. والامور حتنتهي ان شاء الله، وفي بعض من الزملاء اعضاء هيئه اعضاء الشرف يتجمعون غدا في نجران، والسمو الامير عندما وجه معناه ان المشاكل الماليه انتهت. طيب، ساسالك استاذ علي، كم هي المبالغ التي دفعت من قبل اعضاء الشرف؟ اعضاء الشرف هم الممول الوحيد نادي نجران منذ تاسيسه خلال هذا الموسم. اعضاء الشرف طال عمرك في الشرقيه وفي الغربيه وفي الجنوبيه وفي الشماليه يتحملون تكاليف النادي من النجران والعودة سواء فازوا أو انهزموا. طيب، لا للإدارة، هل دعموا دعما ماديا للإدارة؟ والله يمكن تسأل أمين الصندوق أو رئيس النادي. من كم دخل أعضاء الشرف، كم أمن لكم هيئة أعضاء الشرف إلى اللحظة؟ ما أسمع طال عمرك. طيب، النادي أيضا يعاني من عدم الرعاية، وهذه مشكلة كبيرة له، حتى في الفترة الماضية كان الحديث عنها، ويبدو أنها سبب أول في هذه الأزمة. أيضا أحمل مسؤولية إدارة النادي هذا الخطأ، أنا أقول إدارة النادي المفروض أنها أنشأت. نعم، تفضل أستاذ علي. المفروض أيضا إدارة النادي أنها تلافت النقطة هذه، وأنا أقول للمهندس صالح مريح، عادة وجرت العادة في أندية زين الـ14 نادي، رئيس النادي يلزم أن يكون رجل أعمال ومقتدر ويحل الخلل. فإذا كان لم يجد المهندس صالح المريح الكفاءة لإدارة هذا وحل الأخطاء الموجودة اللي ستحدث غدا بعد غدا، على أن يستقيل ويتولى النادي أحد أعضاء الشرف أو يدير النادي طرف أحد رجال الأعمال، أو تكلف الرئاسة من يرى فيه المقدرة. النادي يحتاج إلى رجل أعمال. أما بالنسبة للرعاية، الرعاية هذه هي فن تسويقي، هل توجد هناك إدارة تسويق في دار نادي نجران؟ وكما علمت أن تم التوقيع الآن مع أحد الشركات. طيب، لجلب رعاه لنادي نجران خلال الايام القادمه ان شاء الله. طيب، اسمح لي ضيفي صالح الصالح بيود ايضا ان يتناقش معك او يوجه لك سؤال، تفضل صالح. استاذ علي، على السريع بالنسبه الان لقضيه احتجاج اللاعبين وعدم تدريبهم خلال اليوم الماضي، هل اطلعت عليهم بشكل شخصي او المساله مساله وصولها بس من اداره النادي؟ انا شخصيا تقصدني انا؟ نعم، تسالني انا الان هل اتصلت؟ لا لا، هل شاهدت اللاعبين وهم يعترضون على اداء تدريبات ولا لا؟ التقى بهم يعني؟ نعم. انا اقول لك لا، غير صحيح. انا بالنسبه لي لم اتصل ولم اتصل باي من اللاعبين، الكلام منقول من الصحف اليوميه ومن رئيس النادي. طيب، ممتاز، هذه الجزئيه. الجزئيه الثانيه طبعا، لاني انا اقيس على كلامك. برجع لك في الجزئيه الثانيه. عبر الهاتف ارحب، اسمح لي استاذ علي، ايضا عبر الهاتف ارحب برئيس مجلس اداره نادي نجران المهندس صالح المريح. مهندس، مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء الخير، امسي عليك وعلى جميع الاخوان وعلى ابو عادل. اهلا وسهلا. اولا الاستاذ علي كان معنا واكد لنا ان سمو امير منطقه نجران وجه بصرف 2.5 مليون لاداره النادي من اجل حل هذه الازمه، وصلكم هذا التوجيه؟
وصلنا وانا طلبا عن نفسي ونيابه عن اعضاء مجلس الاداره ولاعبين نجران وجماهيره اتوجه بجزيل الشكر والعرفان لسيدي سمو الامير مشعل على وقفاته الدائمه، وهذا كان الامل اللي كنا بانين عليه ان شاء الله. نعم، لكن المهندس ايضا والحديث كان من ليله البارحه انكم في اداره النادي تتحملون هذه المسؤولية، مسؤولية الأزمة التي حدثت الآن، أنتم سببا فيها، وهذا يمكن كان أيضا وافقنا عليها الأستاذ علي برمان عضو الشرف. ما أعرف يعني ليش السبب يعني؟ كيف كنا السبب يعني؟ أستاذ علي، المبررات يعني تقول إحنا السبب. أستاذ علي تسمعني؟ أنا لا أسمع. طيب هو المهندس يسأل كيف هو السبب كإدارة أو كرئيس نادي؟ كيف وضعت أنه هو المتسبب أو أنه تسبب في هذه الأزمة الشيك السابق الذي تحدثت عنه؟ أنت يا رئيس النادي مصدر شيك بمبلغ 2.5 مليون. لمن؟ رئيس النادي هو عنده جدولة مر يعرف أن عنده مبلغ جاي من المال. يا أبو عادل سم الشيك، انا اخذت شيك قبل 4 أشهر شيك وطرفت في الحال فورا واعطيت شيك بناء على توجيهات جاتني لنائب رئيس هيئه اعضاء الشرف ومن صندوق هيئه اعضاء الشرف في الشرقيه، ونزلت الى نجران وافاجئ انه ثاني يوم ان الشيك قدم للبنك ثاني يوم، يعني لما كان هذا الاستعجال يعني. والنادي يا مهندس صالح مصدر شيك كبيرة. عندك جدول، ليش لما جاك المبلغ من الرئاسه ما اتصلت اللي الشيك موجود عنده قلت له شيككم لا ترسلونه الان؟ بس الان يا ابو عادل يا سيد الفاضل انا لا اعرف متى نزلت الاعانه وليست مجدوله. لا تعرف متى نزلت الاعانه؟ اجتماعكم مع سمو الامير نواف بن فيصل بلغ رؤساء الانديه بهذه الامور، وانت قلت لي شخصيا انه الازمه الماليه على وشك تنحل بعد اجتماع سمو الامير مع رؤساء الانديه. صحيح كلامك صحيح، وعندي خبر انها وصلت الاعانه. خلاص كيف ما عندك خبر يا صاحبي؟ اسمعني يا اخي، لكن لو سمحتوا استاذ علي ومهندس سمعنا وجهة نظرك استاذ علي بس رجع. تفضل يا مهندس. ليس ذنبي ان لم ليس هناك تنسيق من قبل الرئاسه العامه، المبلغ اودع يوم الاربعاء، ما عندي علم اودع بدون خطاب رسمي لي او اعاز او اتصال تليفوني. طيب اغلب المبالغ سحبت وكنا نبغى نروح نسحب المبلغ بعد ما علمنا، ولكن للاسف حصلناه سحب. هذا ما حدث، ما في جدوله حتى من الرئاسه. طيب يعني انت ما تتحمل المسؤوليه؟ ابدا، انا لا اعلم ان الشيك هذا نزل. وبعدين الشيك سمو الامير الله يحفظه يعني وجه تشكيل لجنه لدعم النادي قبل شهرين والشيك معطى من 4 أشهر، فلا يوجد ان سمو الامير سيوجه بصرف الشيك او بس مهندس الشيك لدى البنك. اسمح لي مهندس، اشخاص اخرين هم انحرصوا على اخذ الشيك في هذا الوقت الغير مناسب. مهندس اسمح لي بس. نعم مهندس صالح، يعني الشيك الموجه من الرئاسه لكم او من الاتحاد السعودي لكم هو عادة يوجه باسم رئيس النادي ولا؟ لا هو ودع في الحساب إيداعا. حساب من؟ حساب النادي الرسمي في البنك الأهلي. حساب النادي من هو المسؤول؟ بدون أن ناخذ علم لا رسمي خطابيا ولا هاتفيا ولا أي شيء. اسمح لي، من هو المخول بالحساب بالاطلاع عليه والتوقيع وبالصرف منه؟ أنا وأمين صندوق النادي ونائب رئيس النادي، احنا أصحاب التوقيع. طيب حينما وصلت هذه المبالغ وانت المخول مع نائب الرئيس مع امين الصندوق، كيف تقول ما كان عندي علم عنه؟ اقول لك ما عندي علم انها وصلت البنك يا اخي رجل. لو بدات امس حسابي الان في حساب من؟ ولا هل ساعلم؟ نعم لن اعلم ما دام كيف سحبت. سؤالي يا مهندس، المبلغ الفلاني مهندس او جاني خطاب رسمي منك ساعلم مهندس مستودع في حسابي. اسمح لي شيء في حساب النادي كيف يسحب؟ كيف يسحب دون ان تعلم وانت رئيس النادي؟ يا اخي انا معطي شيك قبل 4 أشهر شيك للتحصيل، هم راحوا حطوا في البنك تحت التحصيل، مجرد نزل المبلغ فورا انسحب. من انسحب؟ لا اعلم انا من اللي انسحب. من أنا وقع؟ لا أعلم. من وقع على هذا؟ انا كنت موقع عليه مسبقا. موقع عند البنك مسبقا؟ لا موقع عند نائب رئيس هيئة اعضاء الشرف، معطيه شيك ب1.5 مليون موقع مني ومن امين الصندوق. ما علاقة نائب رئيس اعضاء الشرف بصندوق؟ ها؟ ما علاقة نائب رئيس الشرف بصندوق نجران؟ لا اعلم.
الشيخ كان باسم الشيخ كان عنده وكان باسمه وهو جيره باسم النادي وانا صرفته. مهندس في نعم. نقطة غير واضحة في هذا الموضوع. لا واضح. المبلغ دخل في حساب نادي نجران. أي المفترض مبلغ؟ المفترض أن لا يصرف إلا إذا كانت لديك أنت شخصيا. أي مبلغ تقصد؟ مبلغ الرئاسة أو الاتحاد السعودي. لا مبلغ الرئاسة أود في حساب النادي يا أخي. طيب حساب النادي كيف صرف من حساب النادي؟ صرف بشيك أنا قلت لك وقعت. من صرفه بهذا الشيك؟ أوضحك الأمر يا وأعطيته النائب رئيس طيب. هيئة أعضاء الشرف. طيب بسمع مليونين ونص اللي حصلت عليها من صندوق المنطقة. طيب بسمع من الأستاذ علي برمان. تفضل أستاذ علي. تفضل أستاذ علي. أستاذ علي معانا الأستاذ علي يا شباب. يا سيد الفاضل موضوع الألفين والخمسمائة هذا طال عمرك جاي المليونين مؤقتة من صندوق المنطقة بالإمارة إلى النادي وأعطي هذا الشيك باسم نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف ليدخل هذا المبلغ في حساب هيئة أعضاء الشرف للتمكن من السيطرة على آلية الصرف. فرئيس نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف أودع المبلغ هذا جير لصالح النادي وبموجبه هم قاموا بالصرف. فهذا الفراغ إيش علاقة نائب الرئيس هيئة أعضاء الشرف؟ الشيك صدر من صندوق المنطقة إلى نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف لتحويل لحساب النادي، لأن النادي له حسابين، حساب الرئاسة وحساب الشرفيين عشان عملية السيطرة على المبالغ المصروفة لا أكثر. فهمت منك فقط أن الشيك محرر قبل 4 أشهر، هذا اللي فهمته. محرر قبل 4 أشهر صحيح؟ الشيك يا طويل العمر إن شاء الله من سنة. أنت طيب. رئيس نادي عندك أجندة، عندك مبالغ للغير طيب. أنت تعرف إن فيه مبلغ جاي من 4 أشهر من يومين من شهر ما له علاقة. أنا الآن عندك طيب. فلوس حقوق للغير طيب. المفروض أن عندك في إدارتك في ناديك محاسب مسؤولية أمام الغير طيب. فلوس العالم بتصدر شيك لازم تحط خبر أن الشيك هذا إكس من البشر ويستحق بالتاريخ الفلاني صحيح. أعالج المشكلة قبل ما يحدث الخطأ. طيب إذا هو واضح يا أستاذ علي أن الشيك حرر مسبقا وهذا هو الخطأ الذي ارتكبته إدارة النادي بحسب حديثك صحيح؟ نعم يا مهندس. أخوي رجع مع احترامي الشديد لأبو عادل وهو من أعضاء الشرف الحقيقة الفاعلين مداخلة المهندس صالح ما غطت على الموضوع. نعم فالموضوع يطول. لا سؤالك يا هو أستاذ رجع ما وضح بالنسبة لي. الشيك بالنسبة للشيك اللي دفع باسم نائب رئيس أعضاء الشرف وأنا كنت أتمنى لانه كان اعضاء الشرف كان النادي يعاني من ازمه وطلبوا سلفه من صندوق المنطقه هم اللي طلبوا السلفه ويفترض انها كانت تستحصل من حساب اعضاء الشرف وليس من حساب النادي الرسمي. طيب ولكن هي بنظرا احنا وضحنا الظروف وكنا محتاجين المبلغ ووافقنا ووقعنا شيك. الشيك طيب. هذا اعطيناهم اياه وما كنا لانه كان لانقاذ النادي من ازمه وليس الاستحصال المباشر. نعم انت حررت الشيك مسبقا استاذ صالح مهندس صالح. انا نعم حررته وكنت مجبرا لاني انا كان عندي رواتب بسلمها ومكافآت وكان فيها باسم من انت حررته وجه اعضاء الشرف لانقاذ النادي من الازمه باسم اعضاء الشرف طلبوا سلفه من صندوق المنطقه. مهندس انت نعم. حررت الشيك باسم من؟ حررته باسم سمو الامير هم طلبوا مني احرره باسم سمو الامير. على اي حال في هذا الجانب فقط انا برجع لك استاذ علي انت قلت ان اعضاء الشرف طلبوا ان تكون صرف المبالغ يكون عن طريقهم للسيطره للسيطره على الصرف صحيح؟ ارجو ايضاح النقطه يا ابو يا استاذ رجع ارجو ايضاح النقطه هذه. نعم استاذ علي استاذ علي شباب اعطوني الاستاذ علي لان اعتقد النقطه في السيطره هذه هي اللي سبب المشاكل اكثر استاذ علي نعم انا بس اقول لك نادي نجران توضح لي نقطة ويعاني اسمح لي في آلية الصرف مهنيا طيب وعلى الاخوان في ادارة نادي نجران اعادة حساباتهم. طيب اسمح لي يا استاذ علي استاذ علي تسمعني يا استاذ علي مباشر من الهاتف الله يخليك. انا لا اسمع الحقيقة الان اسمعني من الهاتف بس تسمعني يا استاذ علي من الهاتف. والله أنا لا أسمع يا طويل العمر الآن تسمعني لا أرى لا أتكلم يا أبو عادل. طيب يا أستاذ علي استاذ
تم طال عمرك. تسمعني من الهاتف إذا ممكن بس اسمعني. أنت قلت الآن أن أعضاء الشرف هذه الآلية وضعوها للسيطرة على الصرف، صحيح؟ نعم. كيف للسيطرة على الصرف؟ ما أنتم واثقين من الإدارة؟ نعم نعم نعم، هناك مبالغ يدفعها أعضاء هيئة الشرف طال عمرك. مهندس رجعني مهندس. اللي تأتي من الرئاسة العامة. مهندس. إحنا ما لنا علاقة فيها. مهندس. المبالغ اللي يجمعونها هيئة أعضاء الشرف يلزم أن نعرف وين رايحة وين جاية. صحيح، المبالغ اللي تستحصلها يا أبو عادل من حقك، لكن المبالغ اللي تيجي تسلم على النادي وتبغى تفرض عليها سيطرة فأنا لا أعتقد ذلك، والأخوان يحكمون في الأمر. أنا أتمنى يا مهندس صالح أن ما ندخل في هذا الموضوع وأنت تعرف ماذا أقصد. أتمنى أنه أزمة نادي نجران المالية لا أنت هذا المساء، وأتمنى أن اللاعبين يبلغوننا أمورهم وننتبه لمباراتنا مع الاتحاد وننسى الماضي. طيب وعليك أن تجتمع وإدارتك اسمح لي أستاذ علي مهندس الشرفي والإداري لحل جميع المشاكل. مهندس لو سمحتوا أنا بهذا أنهي الحوار، لأن يبدو أن الفجوة كبيرة بينكم كأعضاء شرف وبينكم كإدارة. صحيح. ولذلك آمل أن تحل. ونادي نجران يعاني من ابتعاد الجميع ولا يجون إلا إذا الأمير وجه. صحيح. شكرا مهندس. طلعت الأشياء في الجرائد. شكرا. وفي الإعلام. شكرا مهندس صالح المريح. شكرا لرئيس النادي. شكرا لعضو الشرف علي برمان الذي كان قد تواصل معنا. قبل ذلك مؤكد أنني أشكر والكل يشكر صاحب السمو الملك الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز لأنه تدخل، قلت للمرة الثالثة ربما أو الرابعة، لإنقاذ النادي مرة أخرى ولإعادة الأمور إلى وضعيتها الصحيحة، وأنهى ما كان قد تسبب في أزمة كبيرة خلال اليومين الماضيين بامتناع لاعبي نجران عن أداء تدريباتهم، وهو ما أعلن عنه قبل قليل. أيضا هذه الأزمة يبدو من خلال الحوار واضح تماما أنها تكشف عن فجوة كبيرة بين أعضاء شرف نادي نجران وبين إدارة النادي، ولعلكم تابعتم لغة الحوار والحديث بينهما واضح أن هناك انفعال كبير في هذا الأمر. صالح الصالح أترك لك التعليق. أبو خالد الآن أنهينا مرحلة الجدل، الآن نتحاور. هو كان فيه جدل. جدل الآن نتحاور. وأنا تفضلت أني ما أتدخل في الجدل يعني. حقك. لكن في نقطة مهمة يعني، أنا أعتقد أن الصوت العالي اللي في الوسط الرياضي انتقل من الإعلام إلى إدارات الأندية إلى اللاعبين. على فكرة ترى أنا أشكك في قضية إضراب اللاعبين تماما، أشكك فيها. ولما سألت الأستاذ علي عن قضية اطلاعه على الموضوع قال نقل لي. أنا مجرد سيناريو وقراءة شخصية بحتة أن المسألة كانت ضغط ومجرد تسجيل موقف من قبل إدارة النادي لإرجاع المبلغ أوكي أو دعم أعضاء الشرف، وهو ما تحقق. طيب. في النهاية هو ما فهمناه فقط حتى الناس بس يفهموا معنا، أنه رئيس النادي حرر شيك لصندوق نجران. نعم. قبل 4 أشهر. صحيح. مجرد تم إيداع مبلغ تم سحبه مباشرة، أودع في حساب نجران تم سحبه لصندوق. نعم. نجران. هذا أمر غريب. الغريب في الأمر من سمح بهذا؟ طبعا باعتبار أن الشيك مسبق. الشيك مسبق وبلا تاريخ. لا هذا هو الذي كان يعترض عليه العضو الشرف علي برمان، أنه كيف تعطي شيك مسبق. أنا أتكلم في لغة اعذرني، لغة عدم الثقة. ما أبغى أعطيها عبارة أكبر من كذا. الأستاذ علي برمان وهو عضو شرف قال أننا وضعنا للسيطرة. للسيطرة على الصرف. طبعا أنا بتوقف أمام العبارة لأن أنا أعتقد أنها هي الجزئية اللي لابد أن نقف أمامها طويلا. طيب. على اعتبار أن آلية العمل في إدارات الأندية مجرد نموذج. هذا الأمر لم نشاهده في إدارة الأستاذ مصلح المسلم بالمناسبة. لا يمكن الرجل لا قادر لا على أن يحتوي مشاكل كثيرة. لا على فكرة أنا قبل ما أدخل الاستديو سمعت تصريح للمهندس صالح وأكد أني بعد استقالة الأستاذ مصلح المسلم النادي عانى من فراغ. عاني من فراغ إداري، وهو لم يريد أصلا الرئاسة لكن تم تزكيته أو تكليفه. طيب. بالرئاسة. طيب. عموما ما أود في هالجزئية تحديدا التأكيد على أن عمل إدارات الأندية لا زال فيه وصايح، وقضية توسل أعضاء الشرف وتسول رعاية الشباب بحقوق الأندية جميعها تؤكد. طيب. في المقام الآخر على أن الآلية تحتاج إلى غربلة ولن تكون أندية محترفة بشكل حقيقي.